الزيتون أصداء المجد الخالد مجد الرسل ينشدون للحي الرب الصاعد فوق الصحب في النور في الماء فوق العلياء يا أشواق المؤمنين عمود الحي فاخر فادي العالمين قاهر الموت القاهر قام بالمجد الماهر رب المسيح غنوا آيات التسبيح أيها الرب الصاعد خلف آفاق الدنيا أنت للدنيا واعد بالسماوات العليا ماض على ثم عاد تثبت فيا في صعودك المجيد روح الحق زودنا بالحب الجديد والرجاء جددنا صوب دار العلياء الملك السعيد عبر النور أصعدنا البيت خاله عليت وقدم بمدلوخ سغدت ملك شمايونو حاسو لي خلدا حطيت له ملك شمايونو حاسو لي خلدا صلوا على إيمة المراق قالوا القابل قربونه ونترحم عليه بسلطه أحبتي الله معكم تحتفل الكنيسة اليوم بخميس الصعود وأكيد رح نسمع خلال العظة عن هالحدث اللي إجا بعد 40 يوم من قيامة الرب رح نصلي على نية هالرعية رعية مار شربل عمان ونصلي على نية كل اللي عم بيتابعونا عبر نورسات تلي لمير بلبنان وبالعالم أكيد منصلي على نية كل اللي منحبهم بهالوطن المجروح لبنان منقدم هالذبيحة على نيتهم ومنصلي على نية أولادنا وشعبنا اللي منتشرين بأربعة أقطار العالم عم قول منتشرين لأنه هيك طلب يسوع بخميس الصعود روحوا تلمزوا كل الأمم علمون عمدون وهيدا اللي صار وعلى نية شعبنا أولادنا شبيبتنا هالمملكة وين ما كانوا بالعالم المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد أهلنا يا ربنا يسوع المسيح أن نحتفل بعيد صعودك بما يحق ويليق فنرفع إليك أيدينا نقية بالدعاء ونفوسنا طاهرة بالنعمة وقلوبنا صادقة بالمحبة ونحن مشدودون بالشوق إلى حيث صعدت لنمجدك مع صفوف الملائكة ونشكرك وأباك وروحك القدوس إلى الأباد السلام للبيعة ولبنيها مور لنرفعنا التسبيح والمجد والإكرام
إلى الذي خرج من الآب وأتى إلى العالم، وعلق على الصليب ودفن في القبر، وقام من الموت وصعد إلى السماء، وجلس عن يمين الآب. بارك مربو الصالح الذي له المجد والإكرام في هذا العيد المبارك وفي كل أيام حياتنا الآن وإلى الأبد. بصعودك أيها المسيح أنهيت إقامتك على الأرض وأكملت تدبيرك الخلاصي، وقد عدت إلى الآب لتعد لنا مكانا فنكون نحن حيث أنت. لقد أعلمتنا إلى أين أنت ذاهب وأي طريق نسلك إليك، ولما سألك توما لا نعرف إلى أين تذهب فكيف نعرف الطريق، أجبته أنا هو الطريق والحق والحياة، لا يأتي أحد إلى الآب إلا بي. نسألك الآن أيها المسيح مخلصنا على عطر هذا البخور أن تسير بنا على الطريق إلى الآب، وجه إليه أنظارنا وأطلق أشواقنا وسدد خطانا حتى نبلغ بك ومعك إلى الآب. بارك مربو فنرفع إليك المجد ونسبحك مع أبك الوحيد وروحك القدوس إلى الأباد. هللويا ابن الله بالرسل أما رأس الطور تحت جو بالذهل والحزن المغمور صلى للآب قال قدسه والقلب ذاب باسمك احفظهم أيدهم في الإنذار بالروح الهادي يهدو كل الأبطار درب الجهاد. هاليلويا الحق الفاتحين، هاليلويا قام الرب في العلو عن يوم العالي ناجت أصوات الشلو من الأعالي وجبرائيل معطينا بشرى عمانوئيل في الأم العذراء لم يشهد وجه الآتي يوم وفانا لقاه بالقوات يوم افتتانا. يشدو الألحان هللويا بالكهنوت أعطانا سر التجديد من للأعلى رقانا يوم الصعود أعطى السلطان رسله طال طوف الأكوان نادوا الأجيال واسقوا كل الألباب من قلب المجروح عمدوا باسم الآب والابن والروح. هللويا بالقلب المفتوح. اقبل يا ربنا يسوع المسيح العطور التي قدمناها لك في عيد صعودك إلى السماء، هب لنا أن نستعد لاستقبال الروح القدس الذي وعدت بإرساله إلينا، ونحتل ذلك المكان الذي تعده لنا عند أبيك، فنلتقيك في المنازل السماوية ونسبحك وأباك وروحك الحي القدوس لنا وإلى الأباد. قديشات ألوه قديشات حيلتونو قديشات لمويوتو شيحو قبل بيت انت راحم قديشات ألوه قديشات
حيل تونو قاديشا لومو يوتو قاديشات ألوه قاديشات حيلتون قاديشات لمويوتو شيحوتكم بالميتين انتراحاً علي أيها الرب الكدوس الذي لا يموت قدس أفكارك ونقي ضمائرنا فنسبحك تسبيحاً نقياً ونصغي إلى كتبك المقدسة لك المجد إلى الأبد مالك المجد صاعد قومي شرعي الأبواب ملكه النور الخالد فارفعي له الأعتاب ربي يا من تقبل خدمة الخدمة الأرار يا حنون فصل من أعمال الرسل وبارك يا سيد المجد لسيد بولس والرسل ولتحل مراحم الله على القارئ والسامعين وهذه الرعية وأبنائها وزائريها المؤمنين إلى الأبد يا إخوتي لقد دونت في الكتاب الأول يا تيوفيل كلما عمل يسوع وعلم منذ بدء رسالته إلى اليوم الذي رفع فيه إلى السماء بعد أن أعطى بالروح القدس وصياه للرسل الذين اختارهم وقد أظهر لهم نفسه حياً بعد ألامه بكثير من الأدلة وهو يتراءى لهم مدة 40 يوماً ويكلمهم عن شؤون ملكوت الله وفيما هو يأكل معهم أمرهم ألا يغادروا أورشليم بل أن ينتظروا فيها وعد الآب الذي سمعتموه مني لأن يوحنا عمد بالماء أما أنتم فسوف تعمدون بالروح القدس بعد بضعة أيام وكان المجتمعون يسألونه قائلين يا رب أفي هذا الزمان تعيد الملك لإسرائيل فقال لهم ليس لكم أن تعرفوا الأزمنة والأوقات التي حددها الآب بسلطانه الخاص لكنكم ستنالون قوة بحلول الروح القدس عليكم وتكونون لي شهوداً في أورشليم وفي كل اليهودية والسامرة حتى أقاصي الأرض لما قال هذا رفع بمرأة منهم وحجبته سحابة عن عيونهم وفيما كانوا شاخصين إلى السماء وهو ذاهب إذا رجلان قد وقفا بهم في ثياب بيضاء وقالا أيها الرجال الجليليون ما بالكم واقفين تحدقون إلى السماء إن يسوع هذا الذي رفع عنكم إلى السماء سيأتي كما رأيتموه ذاهبا إلى السماء حينئذ رجعوا إلى أورشليم من الجبل المدعو جبل الزيتون وهو قريب من أورشليم على مسيرة سبت واحد ولما دخلوا المدينة صعدوا إلى العلية التي كانوا يقيمون فيها وهم بطرس ويوحنا ويعقوب وأندراوس فيلبس وتوما بارتليماوس ومتى يعقوب بن حلفة وسمعان الغيور ويهوذا بن يعقوب هؤلاء كلهم كانوا مواظبين على الصلاة بنفس واحدة
مع بعض النساء، ومريم أم يسوع ومع إخوته، والتسبيح لله دائماً. السلام لجميعكم. ومع روحكم. من إنجيل ربنا يسوع المسيح للقديس مرقس الذي بشر العالم بالحياة، فلنصغي إلى بشارة الحياة والخلاص لنفوسنا. كونوا في السكوت أيها لأن الإنجيل المقدس يتلى الآن عليكم، فاسمعوا ومجدوا واشكروا كلمة الله الحي. قال يسوع لتلاميذه: اذهبوا إلى العالم كله واكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها، فمن آمن واعتمد يخلص، ومن لم يؤمن فسوف يدان. وهذه الآيات تتبع المؤمنين باسمي، يخرجون الشياطين ويتكلمون بلغات جديدة ويمسكون الحيات، وإن شربوا سماً مميتاً فلا يؤذيهم، ويضعون أيديهم على المرضى فيتعافون. وبعدما كلمهم الرب يسوع رفع إلى السماء وجلس عن يمين الله، أما هم فخرجوا وكرزوا في كل مكان، والرب يعمل معهم ويؤيد الكلمة بما يصحبها من الآيات. حقا والأمان لجميعكم. للمسيح يسوع التسبيح والبركات من أجل كلام الحي لنا. للمسيح يسوع التسبيح والبركات. رسالة اليوم وإنجيل اليوم هني يمكن أمثولة حلوة لألنا، ورح تشوفوا إخوتي من خلال هالعظة قديش خميس الصعود مش موجود بالإنجيل، انكتب بأعمال الرسل الفصل الأول من الآية الأولى للآية 14. فإذا الحدث بحد ذاته ما نقل بإنجيل متى ومرقس ولوقا ويوحنا بالطريقة الواضحة مثل ما وردت بأعمال الرسل. وأكيد إخوتي بالإنجيل هو عبارة عن آخر توصيات يسوع قبل صعوده إلى السماء، وهذا شيء مهم جدا. إذن بأعمال الرسل سمعتوا القصة: ستنالون قوة بحلول الروح القدس، وشو رح يكون؟ رح تكونوا شهود إلي بأورشليم، باليهودية، بالسامرة، وحتى أقاصي العالم، أقاصي الأرض. أقاصي الأرض هو الشيء اللي اليوم نتطلع إخوتي منقول أو لكون البشارة
وصلت لأقاصي الأرض؟ نعم، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر شاشات التلفزة، عبر الواتساب، عبر كتير أمور ممكن بكرة العقل البشري يخلقها، البشارة ستصل إلى أقاصي العالم. صدقوني صعب كتير كان من 2000 سنة نتخيل إنه هالبشارة قادرة توصل إلى أقاصي الأرض. ما تنسوا اليوم إخوتي، عالمنا في 8 مليار إنسان، 8 مليار إنسان اللي بيعرفوا يسوع يمكن ما يتخطوا 2.5 مليار، اللي آمنوا ما بيتخطوا 1.5 مليار. ولكن وقت نقول بشارة، أعلنوا البشارة، كونوا لي شهود، الشهادة ما بقى رح تتم فقط عبر أنتوا وشنطة السفر وتروحوا على هالأماكن وبس، هذه ضرورية، ولكن كمان البشارة قادرة تكون عبر كل مواقع التواصل. وشو بحب اليوم أخوتي بتعرفوا أنه شهادة الرسل، شهادة الكنيسة، جماعة المؤمنين عصفت، خضت وسكنت بقلوب كتير من الناس، لأنه حبوا يكونوا شهود على قيامة الرب مش حراس على قبره. أنتوا شهود، تنكون شهود إخوتي وبشاراتيين. شو حاملين بقلوبكم؟ شو حاملين على لساناتكم؟ حاملين قضية يسوع المسيح، حاطين نصب أعينكم إنه نحن بدنا نكون رسل الحب، رسل التوصيات اللي أعطانا إياها الرب، رسل حدث مهم جدا اسمه، وأنا بسميه زلزال، قيامة الرب. صحيح إنه كان قبل القيامة في سيمفونية آلام، صحيح إنه كان في أحداث هالقد ممكن تخلي القلب منحط مكسور، ولكن إجت القيامة تتظهر قديش هالحدث قادر يكون حدث بشاراتي مفرح إنجيلي بامتياز. سمعنا بنص الرسالة لمن قال يسوع روحوا شهدوا بكل المطارح، حجبته سحابة عن عيون الرسل وكانوا بعضهم عم بيطلعوا بالسماء، واثنين رجلين اللي منسميهم ملائكة قالوا لهم للرسل بيومتها: يا هالشباب، يا هالرجال الجليليين، انتم من الجليل، شو بكن بعدكن عم تطلعوا بالسماء؟ يسوع اللي رفع عنكن رح يجي على سحابة تماما مثل ما شفتوه طالع، رح تشوفوه راجع. وهذا الشيء اخوتي كمان بيطمنكن وبيطمننا انه نحنا مش ابناء هالمملكة وبس، مش ابناء هالارض الفانية الزائلة وبس، نحن أبناء مملكة. هو اللي قال قبل: أنا صاعدة إلى السماء، صاعد إلى السماء لكي أعد لكم مكانا. فإذن أنتوا أبناء مملكة مهمة. اليوم عايشين أنتوا هلأ بالأردن بمملكة، وكأنه هي استباق لحتى يدوقكم طعمة المملكة اللي مزمع كل واحد منكم أنه يشتغل، يحضر، يتعب حتى يستحق انه يكون قاعد بمملكة الآب السماء. مشان هيك في مجموعة توصيات أخيرة حب الرب يقولكن: انتو مسؤولين عنا لأنكن صرتوا مسيحيين، صرتوا مسؤولين عن الشيء اللي وصاكن عليه يسوع. عن شو وصاكن؟ شو بده؟ اذهبوا إلى العالم كله
مش مطلوب منا اخوتي نكون مستتين مطرح ما نحن، ولا مطلوب منا انه نقول نحن مرتاحين هون، هذا اللي بدنا اياه. قالنا كونوا بكل المطارح، ولبل اكثر، ما قالنا روحوا بشروا، قالنا بشروا انتوا رايحين. بتفرق كثير القصه. انا ورايح تعطي محاضره بالمنطقه الفلانيه، يمكن حدا من اللي عم بيوصلوني توصلوا بشاره مهمه. فاذا كرزوا، صرخوا، حطوا، زرعوا بشاره الملكوت بقلوب الناس. بشاره الملكوت منا شيء عادي اخوتي، هي البشاره المفرحه، هي البشاره اللي بدها تمسح عن قلوب الناس حاله البؤس والتعاسه والكآبه، حتى تزرع فرحه معينه. العالم عم بفتش عنا، للخليقه كلها، مش معناتها للي بتعرفونه بس، معناتها اللي بتعرفون واللي رح تلتقوا فيهم وما بتعرفوا هن مين، هن اللي رح يكونوا على دربكن، هن اللي رح يبعثن الرب تيرافقوكن مرات ويفاجئوكن انه كانوا ناطرين حدا يمسح عن قلوبن هالحالة، حالة الاكتئاب. يوم اذا عم نوعظ هون وبالمملكة، انا بدي وصل عبر نور سات تقول لأخوتي بلبنان، بفلسطين، بالأردن، هاللي عم بيحضرونا واللي رح يشوفونا واللي رح بكرة يمكن توصلن عبر الفيسبوك، رح قلن هالقد الرب بحبكن لدرجة إنه يقلكن إذا حبيتوني وآمنتوا ما رح تكونوا ناس عاديين، ستصحبكم آيات عظيمة. فما تخافوا، هالآيات اللي حكي عنا الرب رح تعملوها باسم يسوع المسيح له المجد، لأنه قال لهم باسمي تخرجون الشياطين. إخوتي الشياطين مش بس هيدول اللي بفرجوكم ياهن على شاشات التلفزيون، الشياطين هو كل شيء بيكربكن، جاي من كلمة ميكروب، فيروس، جاي تيقول كل شيء رح تحسوه بقلوبكن عم بيسبب لكم انزعاج، حالة كرب، حالة تعاسة، يأس، احباط، قنوط، اللي بدكن ياه انتو قادرين تنزعوه. كيف بالاحرى اذا كنتوا عندكم سلطان، وهيدا السلطان ربنا بيعطيه، مثل ما شفتوه بجيزس اوف نازارت، شفتوه بالافلام، كيف اوقات انسان لانه تعبان، لانه مقهور، لانه زعلان، انت قادر بابتسامتك تقبع هالشوكه من قلبه. تخرجون الشياطين، بتقولوا هيدي القديسين بيعملوها، لا، وقت اللي بتزرعوا الفرح مطرح ما في كآبه انتوا شلتوا شيطان الكآبه من قلبه. بيقولوا عن مرمرون مثلا، عن مرشربل مثلا، عن القديسين كلهم مثلا، بيقولوا كانوا عندهم سلطان انه يشفوا المرضى من كل، انتبهوا لها منيح، من كل علي ومن كل مرض. في فرق بين المرض وتشوهات المرض والعلل. سألوا حالكم اخوتي شو معناتها يشفي من كل علي؟ في ناس عندهم علة البخل كانوا يشلوها من قلبهم، علة التعاسة، القرف، النكد. والقديس ما كان قديس، كان شخص طيب، كان شخص الله ساكن قلبه ولسانه ونظرته. وشو كان يعمل؟ كانوا يجوا لعنده الناس مكروبين يفلوا أكثر فرحاً. شو عمل هالقديس؟ زرع بقلبهم الفرح، العل اللي كان اسمها، وهيدي مرضية، لأنه انتو بتعرفوا اليوم بقولولكم الكانسير الخبيث
هيدا جاي من وراء الاكتئاب. طيب شو بدك تعمل؟ شيل الاكتئاب، عش لك يومين يا زلمة، عشيلك يومين يمي، عشولكن يومين بفرح. هيدي العلل اللي موجودة اليوم وبدأ استئصال، مثل ما الطبيب بيستأصل المرض الخبيث اللي عم بياكلك واللي عم بيكرب لك حياتك. يمكن الكاهن، يمكن صديق، يمكن أم، يمكن خي، يمكن ما بعرف مين، الله رح يحطه على دربك يستأصل، لأنه طبيب روحي، طبيب نفس، يستأصل حالة الكآبة اللي عايشة فيك. مشان هيك بكفي بقول رح تتكلموا بلغات جديدة. أي هاللغات؟ سرياني، عبراني، يوناني. لحظة، ما حكي عن هدول اللغات. على هالفانية اللي اسمها الأرض في عشرات ألاف اللغات. إذا بتروحوا على الهند مثلاً تتفاجئوا، بالهند في عشرات اللغات، مش لغة واحدة الهندية، لا. بس بدي أقلكن كان عم بيحكي رح تتكلموا بلغات جديدة، وما تتفاجئوا أخوتي إذا كانت لغة المحبة، لغة الفرح، لغات رحموية مرة، الرحمة لغة. مرات بتمشي بين الناس ما بتحكي، ما بتقول شيء، بشوفوك عم تعمل عمل في حب، بيقولوا هيدي لغة، هيدي لغة جديدة. فخلونا نقول إخوتي نعم، ربنا كان عم بيسلمنا شيء جديد ما كان معترف فيه لا بالكتب ولا على التلفزيون، ما كان فيه بوقتها كل هيدول الأشياء. عم بيقلنا في لغة جديدة بدكم تعملوها. يمسكون الحياة مش معناتها تروح وتتحركش بوكر الأفاعي وتمسك الحي وبتقول الحي ما رح تعاصني، وإذا عاصتني مثل ما بيقول إنه وإن شربوا سما مميتا فلا يؤذين، مش هيدا المطلوب. ما تلعب مع الأفاعي، بالعكس كونوا حكماءك الحيات ودعاءك الحمام. عم بقلكن بكل بساطة، إذا لقيت إنساني، إنسان يمكن يكون صديق، أفعوي بلسانه، رح تمسكه من كتفه وتهزه وتخضه وتقوله بحبك. خلص هالأيام، خلصت أيام الأفاعي الأفعوية، خلصت أيام إنه نسمم حياتنا ومجتمعاتنا. ويمكن حتى والكريزنامة كل لحظة عم تعطوها للناس، عم تعطوا فيها سم. لا، بدنا نستأصل السموم من مجتمعاتنا. وقت اللي بيقلكن يضعون أيديهم على المرضى فيتعافون، عم بيعطيكن سلطان. عم بيقلكن في كتير مرضى، بس مش مرضى بس بالأمراض اللي بتعرفوها، في أمراض أخرى أخوتي، في أمراض نفسية اليوم، في أمراض جسدية صح، وفي أمراض روحية اليوم. شو بدكم تعملوا؟ بدكم تحيطوا إيدكم وتحطوا قلبكم مع هالمرضى وتبلسموا جراحهم. فبرضى الله توصياته الأخيرة قبل ما رفع إلى السماء، خدوها على محمل الجد، اشتغلوها، صلوها. أنتم مؤتمنين كمسيحيين انكم تكونوا عم تستأصلوا روح العالم من هالعالم وتزرعوا فيه روح الله القدوس، وهيدي مهمة كتير كبير. ولم من ربنا رح يدق الباب ويقول لك ويقول لك اجا الوقت، اجا الوقت. لوين رايح خيي؟ عارف حالك وين رايح؟ عارف حالك لوين رايحة؟ انا بقلكم رايحين على مملكة الآب، أعد لنا مكانا، فتفضلوا ما تحزنوا قلب الله. يا ويل اللي رح يحزن روح الله القدوس. مربولوس بقول بوضوح لا تحزنوا روح الله القدوس الذي به ختمتم ليوم الفداء. يا ويل، لأنه يومتها رح تمحي اسمك من سجل أو سفر الملكوت السماوي. أيدنا لك اسمك لما نتعمد خي المؤمن بسفر ملكوت الله، مش حسجلات كنيسة مرشر بالعمان، لا. انت لما أيدت اسمك على هيدا السجل تأيد اسمك بالسماء، ما تمحيه بأعمال بلا طعم، بأفكار بلا طعم، بلسان أفعوي، بنظرة متشائمة للحياة.
روحه مطرح ما تكونوا، مع مين ما تكونوا، ما تسألوا. هيدا الله حطك على دربه، زرع فيه مملكة الله. مشان هيك بالنهاية بدي قلكن إنه الرسل هيك عملوا، فخبروني أنتوا شو حبين تعملوا، أنا هيك حبيب أعمل، خبروني أنتوا شو بدكن تعملوا. إذا حبين تعملوا هالشي أنا وياكن منترافق أخوتي، مش بس حتى نكون الملح بهالمملكة، إنما تنكون ملح الأرض ونور العالم حتى عند الأشخاص اللي رح تبعتولن نوت مسج عبر مواقع التواصل، لأنه كلهم ناطرين حدا يزرع بقلبهم الفرح، الحب، السلام، عمل الرحمة. نحن شهود ليسوع حتى أقاصي العالم. الله يبارككم، وإن شاء الله هالعيد المبارك تعيشوا بفرح أخوتي وتعيشوا بملء. أنتوا اليوم هون بس خلي قلوبكم فوق، أنتوا مدعوين تعيشوا هون بس قلبكم بمملكة الآب. الله يبارككم. نؤمن بإله واحد، إله حق من إله حق، مولود غير مخلوق، مساو للآب في الجوهر، الذي به كان كل شيء، الذي من أجلنا نحن البشر ومن أجل خلاصنا نزل من السماء وتجسد من الروح القدس ومن مريم العذراء وصار إنسانا وصلب عنا على عهد بيلاطس البنطي، تألم ومات وكبر وقام في اليوم الثالث كما جاء في الكتب، وصعد إلى السماء وجلس عن يمين الله الآب، وأيضا يأتي بمجد عظيم ليدين الأحياء والأموات، الذي لا فناء لملكه. ونؤمن بالروح القدس الرب المحيي المنبثق من الآب والابن، الذي هو مع الآب والابن يسجد له ويمجد، الناطق بالأنبياء والرسل، وبكنيسة واحدة جامعة مقدسة رسولية، ونعترف بمعمودية واحدة لمغفرة الخطايا، ونترجى قيامة الموت والحياة، الجديدة في الدهر الآتي. آمين. يتلوت المدح دلوه والوت له دم حادي طليوت، ونبسو الطيب توخ عول البيت وسجود بايك لوت كوت شوخ دحتك مريوت بارن وبزادي كوتوخ لو عليمة المران قالوا قبل قربنا نترحم علينا أسلوتو هللويا قال الرب إنني الخبز أيها الرب الإله العظيم، يا من قبلت قرابين الأولين، اقبل ما حمل إليك أبناؤك من قرابين، حباً لك ولاسمك القدوس أجزل عليهم بركاتك الروحية، وبدل عطاياهم الزائلة هب لهم الحياة والملكوت. آمين. لذكر ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح وكل تدبيره الخلاصي من أجلنا، نذكر على هذا القربان الموضوع أمامنا جميع الذين حسنوا لدى الله من آدم حتى اليوم، لا سيما الطبوية والدة الله مريم، القديس يوسف والقديس مرون وشربل شفيع هذه الكنيسة والرعية. اذكر اللهم
أباءنا وإخوتنا الأحياء والأموات، أبناء البيعة المقدسة، بخاصة من قدمنا عنهم هذه الذبيحة، إخوتنا بلبنان، إخوتنا بهالمملكة، خاصة المرضى، شبابنا، صبيانا، عائلاتنا، كل الأشخاص اللي طلبوا أن نذكرهم بهالذبيحة، أطفالنا، وخاصة الأشخاص اللي عم نودعهم. أكيد منذكر قلوبكم ومنحطها على مذبح الرب. واذكر جميع المشتركين معنا اليوم في هذا القربان. هللويا لوالدة الله الأم العذراء، الأنبياء والرسل والشهداء والخدام الكرام جوض الأبرار، كل أولاد البيع نحي الكركان. هللويا مريم يولد قالون هيد خيورو ولن بيشفي حوصون الدين وكون والغلون يلبدعيتو من دور الدور وعدام العالم علي آمين وآمين. المجد للآب والابن والروح القدس من الآن وإلى الأبد. أيها الرب الآب الرحيم القدوس، يا من أعددت لنا هذه الوليمة الروحانية بواسطة ابنك الوحيد، اقبل قربان هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا موهبة روحك القدوس، وأهلنا أن نعطي بعضنا بعضاً السلام بقلب نقي ومحبة إلهية، فنرفع المجد والشكر إليك وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم إخوتي بالمسيح خدام الروح القدوس. السلام لك يا مذبح الله، السلام للأسرار المقدسة الموضوعة عليك، السلام لكم يا خدام الروح القدوس. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك الصادق ومراحمك الإلهية معنا وبيننا جميع أيام حياتنا، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. نسجد أمامك يا رب ونبتهل إليك أن تنظر إلينا راحماً، فتؤهلنا للدنو من مذبحك المقدس بنقاوة القلب وقداسة النفس والجسد، فنرفع إليك المجد والشكر الآن وإلى الأبد. محبة الله الآب، نعمة الابن الوحيد، شركة وحلول الروح القدس مع جميعكم يا إخوتي إلى الأبد. لتكن أفكارنا وعقولنا وقلوبنا مرتفعة إلى العلا. إنها لديك يا الله. نشكر الرب متهيبين ونسجد له خاشعين. إنه لحق وواجب. حقا إنه قدوس، إنك قدوس يا الله الآب وواهب الحياة، ولك يجب المجد وبك يليق المديح، لأنك مبارك مع ابنك الوحيد وروحك الحي القدوس، بك يحيط الكروبيم والسرافيم ويشتون مترنمين بأصوات نقية وألحان سماوية ممجدين هاتفين قدوس. قدوس
وبيومها ودقتم حشدي لي معبد حي نساب اللحم بداو قادي شوتو وباريخ وقديش وقصو يا بالتلمداو كادو ما سابخو المنيك والخون هونو ديني تاو فغرو الدين تحلو فيكون وحلوف سجية متقسي ومتيهي وصويو تحوبي والحاي دلعو لم علمين هو خانو عالكوس ودمزيغو من حمرو من مايو بريخ قديش ويا بالتلمدا وكدمار سابشتا ومن هيك والخون هونو دينيتا ودمودي دياتك يحدات ودحلو فيكون وحلو فسجي متشاد ومتهاب حصو تحوب والحي دلعو لم علمين آمين. كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تصنعون بذلك ذكري حتى مجيئي نذكر موتك يا رب ونعترف بقيامتك وننتظر مجيئك الثاني ونطلب منك الرحمة والحنان ونسألك مغفرة الخطايا فلتشمل مراحمك كلنا فلهذا نحن يا رب محب البشر نذكر تدبيرك ونبتهل إليك أن ترحم الساجدين لك وتخلص ميراثك يوم تظهر في آخر الزمان فتجازي بعدل كل إنسان بحسب أعماله وها إن بيعتك تضرع إليك وبك ومعك إلى أبيك وهي تقول ارحمنا أيها الآب الضابط الكل ارحمنا نحن أيضا يا رب أبناءك الخطأ فيما نقبل نعمك نشكرك عنها ومن أجلها كلها إياك نسبح إياك نمجد إياك نبارك لك نسجد بك نعترف ومنك نطلب فاشفق اللهم علينا وارحمنا واستجب لنا مرباسة أحبائي ينحدر فيها الروح الحي القدوس ويحل على ذا القربان الموضوع لتقديسنا فلنقف مصلين خاشعين عنين موريو عنين موريو عنين موريو ونيت مور روحو حيو قديشو نجين علينا وعالكربون هونو فيجعل بحلولي هذا الخبز جسد المسيح
إلهنا آمين. ويجعل مزيج هذه الكأس دم المسيح إلهنا آمين. لكي تكون لنا هذه الأسرار المقدسة لمغفرة الخطايا وشفاء النفس والجسد وتوطيد الضمير، فلا يهلك أحد من شعبك المؤمن، بل أهلنا أن نحيا بروحك ونسير بالنقاوة، ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. من أجل القيمين على كنيستك، خاصة مار فرانسيس بابا روما، ومار بشارة بطرس بطريركنا الإنطاقي، ومار موسى مطران، مع سائر الأساقفة والكهنة والمكرسين على اسمك، كي يكرزوا بالإنجيل للخليقة كلها ويواظبوا على البشارة بنفس واحد، نسألك يا رب. يا رب ارحم. شرقنا الحبيب وخاصة لبنان يمر بوقت عصيب جدا، وتعصف فيه اليوم الانقسامات، ويتخبط بوضع اجتماعي واقتصادي صعب، وهو بأمس الحاجة إليك اليوم. أحل فيه سلامك، وبارك يا رب شعبك، وخلص ميراثك ورعهم وارفعهم إلى الأبد، نسألك يا رب. يا رب ارحم. انتظروا وعد الآب، أي حلول الروح القدس. حقق وعدك أيها الآب، وأرسل روحك، لأننا في غربة عن أنفسنا وعن بعضنا البعض، فتمتلئ قلوبنا حباً وتعزية وسلاماً، نسألك يا رب. هذه الآيات تتبع المؤمنين، يضعون أيديهم على المرضى فيتعافون. يا أبانا القدوس، نسألك أن تشفي مرضانا، وأن تجددنا بروحك القدوس، لكي يشفي بعضنا البعض بالوحدة والتعزية والشهادة، لأننا جبلتك، صنع يداك، نسألك يا رب. يا رب ارحم. ومنصلي أخوتي اليوم على نية كل إنسان من هالرعية يمكن عايش بضيقة، عايش بغربة عن الله، عايش وعم بفتش على الفرح، على السلام بقلبه، بمجتمعه، بعائلته. منصلي على نيتكن، منرفع هالقداس على نية شبابنا، أطفالنا، عائلاتنا. وبدي إياكن ما تنسوا إنه السنة سنة كرسها قداسة الحبر الأعظم للقديس يوسف وللعائلة. منصلي على نيتكن ونية عائلاتكن إلى الرب، نرفع صلاتنا. كما رفعت المسيح إلى السماء، ارفع كل من انتقل من هذه الحياة، غافرا لنا ولهم الخطايا والزلات. أرح اللهم الموتى، واغفر خطايانا التي اقترفناها بمعرفة وبغير معرفة. سامحنا اللهم واغفر لنا ولهم، فيتمجد بنا وبكل شيء اسمك المبارك، مع اسم ربنا يسوع المسيح وروحك الحي القدوس، الآن وإلى الأبد. كما كان وهو الآن، هكذا يكون إلى الأبد. يا قرب
كربانا شهيا قرب عنا، يا ذبيحا غافرا قرب ذاته لأبيه، يا حملا صار لنفسه حبرا مقربا، لتكن يا رب طلبتنا بمراحمك بخورا فنقربها بك لأبيك. أيها الرب الرؤوف، أهلنا نحن الضعفاء أن نصلي بنقاوة وقداسة ونهتف قائلين: أبانا الذي في السماوات، يأتي ملكوتك، لتكن مشيئتك كما في السماء كذلك على الأرض، أعطنا خبزنا كفاف يومنا، واغفر لنا ذنوبنا وخطايانا كما نحن نغفر من خطئ إلينا، ولا تدخلنا في التجارب لكن نجنا من الشرير، لأن لك الملك والقوة والمجد إلى أبد الآبدين. أجل أيها الرب محب البشر، لا تهملنا لئلا تقوى علينا التجربة، بل خلصنا من الشرير ومن طرقه الملتوية، لأن لك الملكوت ولابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. السلام لجميعكم. ومع روحك. نحن رؤوسكم أمام الله الرؤوف، وأمام مذبحه الغافر، وأمام جسد مخلصنا ودم المحيين من يتناول، واقبلوا البركة من الرب. بارك رب شعبك المؤمن المنحني أمامك، أنقذنا من كل أذى، وأهلنا أن نشترك بنقاوة وقداسة في هذه الأسرار الإلهية، فنسامح بها ونتقدس ونرفع إليك المجد الآن وإلى الأبد. آمين. نعمة الثالوث الأقدس الأزلي المتساوي في الجوهر معكم إخوتي إلى الأبد. ومع روحك. لينظر كل واحد منا إلى الله بتأيب وخشوع، وليسألوا الرحمة والحنان. الأقداس للقديسين بالكمال والنقاوة والقداسة. باب واحد قدوس، ابن واحد قدوس، روح واحد قدوس، تبارك اسم الرب لأنه واحد في السماء وعلى الأرض، له المجد إلى الأبد. أهلنا أيها الرب الإله أن تتقدس أجسادنا بجسدك القدوس، وتتنقى نفوسنا بدمك الغفور، وليكن تناولنا لمغفرة خطايانا وللحياة الجديدة. يا ربنا وإلهنا لك المجد إلى الأبد. Oh.
الباب، ونبتهل إليك أن تكون هذه الشركة الإلهية لمغفرة الخطايا ولمجد اسمك القدوس وابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. السلام لجميعكم. أيها الرب يسوع إله خلاصنا، يا من صرت إنساناً لأجلنا وخلصتنا بتقديم ذاتك ذبيحة عنا، نجنا من الهلاك واجعلنا هياكل لاسمك القدوس، لأننا شعبك وميراثك، وبك يليق المجد والوقار مع أبيك وروحك القدوس الآن وإلى الأبد. آمين. بدي أرجع أذكر إخوتي اليوم عيد القديسة رفقة. القديسة اللي كل الألام اختبرتها وتفكك جسمها والعمى، اذكروها بصلاتكم وأكيد اطلبوا منها. هي كمان قديسة بكنيستنا، قديسة عظيمة، وأكيد على نية كل المتألمين. خلونا بوحدة صلاة إخوتي. اذهبوا بسلام إخوتي وأحبائي مع الزاد والبركات التي نلتموها من مذبح الرب الغافر، ولتصحبكم بركة الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس الإله الواحد، له المجد إلى الأبد. المسيح قام. حقاً.